الأطفال بيدخلوا عالم الفن والعمل بالتمثيل وهم في مرحلة الصغر ويتميزوا جدا به وينالون شهرة كبيرة في طفولتهم، زي الطفلة إيمان ممثلة مصرية قامت بالتمثيل في طفولتها وشاركت في فيلم ملاك وشيطان، وقامت بتأدية دور الطفلة المخطوفة سوسن مع الفنانين الكبار رشدي أباظة ونجوى فؤاد ووالديها محمود ذوالفقار كمخرج ومريم فخر الدين. يذكر بأن سجلت الطفلة إيمان العديد من الإعجاب والبراعة في تأديتها للدور البريء وصدقها في تمثيلها، حتى أصبحت واحدة من أشهر نجوم السينما. شاركت الطفلة إيمان في العديد من الأعمال، ملك وشيطان سنة 1959، حرامي الحب، قصر في الهوى، كم أنت حزين أيها الحب، القطط والسمان. الطفلة إيمان هي ابنة الفنانة مريم فخر الدين والمخرج محمود ذوالفقار. رفضت والدتها الفنانة الكبيرة مريم دخولها عالم الفن، ولكن بعد ذلك قبلت وجعلتها تعمل بالتمثيل، ولكن على شرط أن تلعب هي دور الأم في أعمالها لكي لا تقول إيمان لامرأة أخرى ماما. بعد غيابها عن الوسط الفني والأضواء والعمل بالتمثيل، عملت مدرسة اللغة الإنجليزية لمدة 20 عام. يذكر أن الفنانة إيمان لها ابنة واحدة وهي سنة الهواري. ترملت إيمان ذوالفقار في عام 2008 بعد وفاة زوجها الذي يدعى حمادة سالم. إذا أول مرة بتشاهد قناة ثقافة ومعلومة، لا تنسى لايك والاشتراك في القناة مع تفعيل الجرس ليصلك كل جديد. مع أجمل وأرق تحياتي وتحيات أسر الثقافة ومعلومة.